نرحب بحضراتكم من جديد، وهنبدا معاكم حلقتنا النهارده من صباح الخير يا مصر بمجموعه من الاخبار والموضوعات المهمه اللي حصلت امبارح، منها التقرير اللي اصدره مركز معلومات مجلس الوزراء عن تحقيق الاقتصاد المصري فائض اولي بنسبه 1.46%، والاقبال الكبير من المواطنين على ممشى اهل مصر كورنيش القاهره. كمان جهاز حدائق اكتوبر قال ان يوم 20 مايو هيكون موعد لتسليم وحدات سكن مصر. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها التقرير اللي نشره مركز معلومات مجلس الوزراء واللي بيوضح قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات بمرونة لا مثيل لها، وقال إن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة 1.46%. كمان امبارح في تاني أيام العيد شهد ممشى أهل مصر بكورنيش القاهرة إقبال كبير من المواطنين. الممشى بيمتد من كوبري إمبابة المعدني حتى كوبري 15 مايو، والزوار بيتمتعوا بجمال الكورنيش بعد تطويره والجلوس لمشاهدة النيل وتناول الوجبات والمشروبات من مطاعم وكافيهات الممشى السفلي بالكورنيش. وإدارة الممشى خصصت الممشى السفلي للعائلات فقط خلال العيد لمنع المضايقات، وإتاحة الممشى العلوي للجميع والدخول للممشى مجاناً. كمان امبارح جهاز مدينة حدائق أكتوبر أعلن إنه يوم الثلاث الموافق 20 مايو الجاري هيكون آخر موعد لتسليم وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة الداون تاون بالمدينة.